السلام عليكم. الاسم ديالي ايمن بحر، خريج البعد السمعي البصري، منظمين امسيه اللي عباره على عرض الازياء كولتور اي كرياسيون اللي فيه سيليست اللي مقدمين لنا باقه ديال الجلابه والقفطان والعبايه وفقرات غنائيه اللي فيهم فنانين كبار وساطعين في المجال الفني العصري والغربي، وان شاء الله نخليكم مع هذه الامسيه وشكرا على حضور ديالكم. حوري عزواز ستيليست، شاركت في بزاف تاع لي ديفيلي مغربيين اللي دمجت فيهم بين بزاف تاع الثقافات، واخرهم كان ديفيلي ديال ناماستي انديا اللي حاولت ندمج فيه بين الثقافه الهنديه والزي المغربي، والحمد لله لقى استحسان كبير سواء من عند المغاربه سواء من عند الهنود. السلام عليكم، انا هند شيب، مازال كنقرا التصميم ديال الازياء او ميم طون كندير دي ديفيلي، كندير العبايات، عبايات مودر لي تراديسيونيل كي اللي كتكون 100% مودر وكي اللي كتكون تراديسيونيل ما بين داكشي البلدي اللي عندنا السفيفه المجدول وكي العبايات مودر 100%. ونيوما مشاركه في ديفيلي كولتور كرياسيون اللي من انتاج ديال تي ان برودكسيون، وان شاء الله يدوز كلشي بخير. معكم رانيا عدنان أبريكيون، مصممة أزياء، وكنت في عالم العروض الأزياء، كنت عارضة أزياء لمدة ديال 8 سنوات، ومن بعد اكتشفت راسي أنني عندي واحد الموهبة في التصميم، بعد توجهت لهذا الميدان، وكان لي عروض كثيرة في المغرب لا خارج المغرب كعارضة، منها تشبعت أنني باش نعطي واحد المجموعات من ديفيليات قبل كنت درتهم نظمتهم لا في البلجي ولا في الرومي، وليا الشرف انني نكون في هذا الديفيلي ديال اليوم ديال رمضان، وكنشكر جميع الحضور ديالي وكنتشرف بالحضور ديالكم نتوما. هنا رياض عريضة، نقول قد نقدر نقوله في أول طريق 26 سنة، من مواليد الدار البيضاء، دوزت بزاف ديال لي ديفيلي وهاد ديفيلي كان من أجمل الديفيليات اللي دوزت. معكم سعيدة إتعدي، جي 22 صراحة سي لا تخوازيام اكسبيريونس في لي ديفيلي، عجبني الحال بزاف، عندهم لي كوليكسيون زوينين، عجبني الحال مع لي ستيليست، وكنتمنى ان شاء الله ما تكونش غير لا بروميير اديسيون، تكون لا دوزيام ولا تخوازيام ان شاء الله. سلام، انا ناديه شهبون، عندي 20 عام، سي لا كاتريام اكسبيريونس، ما شاء الله الديفيلي داز مزيان، وكنشكر كاع الناس اللي حضروا وشاركونا هاد الفرحه.